عشان كده يا اخواننا من الحديث ده تعمل حسابك من حاجة اسمها شرك. وفي ناس طبعا بيظنوا انه الكلام ده يعني الإساءة للصالحين ولمكانتهم. طوال الزول بتخيل كده، مما تقول له أوعى من الشرك بالله، يظن أن هذا يتضمن الإساءة للصالحين الذين يعبدون. أبدا ده ما فيه إساءة، لأنه ده مفتاح الجنة. الجنة دي عندها مفتاح، مفتاح شنو؟ توحيد خالص ما فيه شرك. طيب الشرك زي شنو؟ أن تدعو غير الله ولو كان نبيا ولو كان صالحا. ذو الصالح ما ندعو، ما تدعو نبي، ما ندعو نبي، ما تدعو. وين الدليل؟ قال تبارك وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. طيب يا أخواننا، الزول لو قال يا النبي تلحقني وتفزعني، ده مبجوز؟ نعم مبجوز. رسول الله عظيم عليه الصلاة والسلام وسيد الخلق وسيد ولد آدم أجمعين، لكن ما بجوز تحلف به ولا بجوز تدعوه. ليه؟ قال عليه الصلاة والسلام، ده رسولنا نفسه قال لابن عباس، قال إذا سألت فاسأل الله. ده إحنا مفترض نعلم لأولادنا منهم صغار عشان ما يقعوا في الذنب العظيم الشرك بالله عز وجل. ما تدعو ولو كان صالح، لأن الناس اللي عندهم ناس صالحين سموهم براهم، سيبنا منهم صالحين ولا ما صالحين، ده شيء يخصهم. ها؟ في ناس كتار منهم صالحين ومنهم واحد ما صالحين، لكن القضية وين؟ القضية إنه بيدعوهم لو كانوا صالحين ولا ما صالحين، ما بيستدعوهم. ربنا سبحانه وتعالى قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. أول حاجة ما بيستجيب. الواحد يقول لك يا شيخ المدفون بيجاي، ما بجوز وما بيسمعك ذاته. ربنا قال: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. ربنا قال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ما بجوز تدعو مع الله أحدا. مش كده بس، ما بجوز تعتقد إنه غير الله ممكن يعلم الغيب. زي الليلة الناس اللي بتروح لهم حاجة، راح له ذهب ولا موبايل ولا قروش، طوال يمشي يا شيخ يقول له راح لي كده، دايرك تجيبه لي راجع. يجيبه كيف ويجيبه من وين؟ وهل هو بيعلم الغيب؟ النبي عليه الصلاة والسلام سيد الخلق، كما روى الواحدي في أسباب النزول، جاء أعرابي بيسأل في الرسول عليه الصلاة والسلام، عشان ما دام يتسأل لك دجال ولا فكي ولا شيخ تظن إنه بجيب الرائحة، ما تغش نفسك أصلا، ما تغش نفسك. بيسأل في النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا محمد أخبرني متى ينزل المطر. مطر بتنزل بتين؟ قال له ده ليه محمد صلى الله عليه وسلم سيد الخلق جميعا. النبي عليه الصلاة والسلام قال له: غيب ولا يعلم الغيب إلا الله. ده الرسول صلى الله عليه وسلم. أصل عندنا ناس هنا في البلد دي مش بيقول لك المطر بتجبتين، بيقول لك أنا بنزله ذاته، أنا بنزله. ينزل الشيخ كذاب، ما بتنزله، لأن المطر دي ما عندك. ربنا يقول: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن من السحاب يعني أم نحن المنزلون. نزل الله، ما بينزل زول. فالأعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال نمرة اثنين، قال: يا محمد أخبرني، قال إن امرأتي حبلى يعني امرأتي حامل، فأخبرني متى تلد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: غيب ولا يعلم الغيب إلا الله.
سأل النبي صلى الله عليه وسلم السؤال الثالث، قال قد علمت متى ولدت، أنا ولدوني بتين عارف، يوم كده شهر كده، فأخبرني متى أموت. قال النبي عليه الصلاة والسلام غيب ولا يعلم الغيب إلا الله، ما في كلام ثاني. ما تجي تقول لي والله شيخنا ده شيخ كبير وشيخ عظيم وولي صالح بيجيب الرايحة ويعلم الغيب ويدي الجنة، كذاب، ما يعمل ولا حاجة، ما يعمل ولا شيء، لأنه الأمر ده كله لله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما جاوب له الأسئلة الثلاثة دي تلا الآية، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ده حق الله سبحانه وتعالى. شفت أنت يومك شلت شي من خصائص الله، أديته لمخلوق، شيخ ولا ولي ولا ما شيخ، صالح ولا ما صالح ذاته، أديته شي من خصائص الله كده، أشركت بالله تبارك وتعالى. ويفوتك الفضل بتاع الحديث، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. نحن يا أخوانا عندنا ذنوب كثيرة، شي بنعلمه وشي ما بنعلمه، شي بنظهر وشي بنخفيه. انت خاف على ذنوبك، عشان تحمي نفسك من هذه الذنوب احذر الشرك بالله جل وعلا. الشرك الليلة عندنا بقى في البلد دينا أكثر من الأكل والشراب ذاته، الشرك في البلد دي، افتح القنوات في الإذاعات في الشارع، بس امشي بالزلط ده، محل ما تمشي تلقى ضريح مبني ومشيد، والأضرحة دي بنوها وشيدوها، وفي ناس بيعبدوها، يدعو أصحابك ويتبركوا بهم ويسألهم ويعتقدوا فيهم من دون الله عز وجل. ده شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام تماما. عشان كده أعمل حسابك تلقى الأجر العظيم، لو أتيتني بغراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. النتيجة شنو؟ قال أتيتك بغرابها مغفرة ورحمة، وربنا غفور غفار رحيم رحمن يرحم عباده. عشان كده يا إخواننا خلاصة الكلام، أن تلقى الله عز وجل يوم القيامة لا تشرك به شيئا. ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله يشرك به شيئا دخل الجنة، يشرك به شيئا دخل النار. ده الحديث. ابن مسعود قال وقلت أنا من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بالموجبتين. فنسأل الله تبارك وتعالى العلي الكبير أن يتوفانا على التوحيد وأن يبعثنا عليه يوم القيامة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم لا تفرغنا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وتجارة لن تبور. كلنا في جميع الأمور، اللهم اخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم فرج همنا واكشف غمنا واقضي ديننا. اللهم واخزل عدونا، اللهم اخزل عدونا يا ذا الجلال والإكرام يا علي يا كبير. وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.